بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن برنامج بيقدر يشغل برامج الاندرويد على الكمبيوتر او اللابتوب، يعني مثلا تطبيق او برنامج زي اكسفورد ديكشناري الخاص بالمصطلحات الاجنبيه. لو انا عايز اسمعها بالامريكان او بريتش هقدر اشغل القاموس الخاص بالموبايل، اقدر اشغله على اللاب او جهاز الكمبيوتر بكل سهوله. اول حاجه هتنزله البرنامج، هتلاقوا اللينك في اسفل الفيديو. تمام، البرنامج ده NOX. تمام، هنسطبه عادي جدا. بيكون بعد ما تنزلوه هيكون بالشكل ده، تضغط على كلمة open. تمام، وبعد كده هننتظر لغاية لما يظهر لك رسالة بالموافقة yes او no، فهتختار yes. تمام، وهتنتظر التحميل عادي جدا، التحميل مش هياخد منك حاجة. هتدوس install او تثبيت وهتستنى لغاية لما التحميل يخلص. تمام، الخطوة دي مهمة جدا، لازم تتفرجوا على الفيديو عشان تعرفوا ازاي تقدر تطبقوا الخطوات دي. فاحنا قلنا اول خطوه بنسطب البرنامج عادي جدا مفيش اي مشكله، بعد كده بتضغط انستول وتستنى لغايه لما التطبيق يخلص. بعد التطبيق ما يخلص هنعمل ايه؟ هتعرفوا دلوقتي ايه الخطوه اللي انا هعملها. بعد التطبيق ما يخلص في برنامج اسمه اكسفورد ديكشناري، ده المفروض بننزله عشان التطبيق يشتغل معانا. تمام، هتلاقوا برضو المقالة هتلاقوها أسفل الفيديو عشان برضو تقدروا تنزلوا القاموس الخاص بالترجمة أو القاموس، عفوا القاموس الخاص بنطق الكلمات بكل سهولة. دلوقتي ظهر لي البرنامج، لو لاحظتوا إن الأيقونة ظهرت من بره. تمام، بضغط على كلمة start وانتظر لغاية لما التحميل يكتمل لغاية الآخر. تمام، بعد كده بدور على القاموس، في قاموس اسمه old، هو القاموس اكسفورد ديكشناري بس متسجل باسم old هنا. تمام، هو بس التطبيق يفتح واوريكم الخطوات اللي هتعملوها عشان تشغلوا قاموس اكسفورد ديكشناري الخاص بالتسامع الاصوات، هو الخطة مايكل يوسف اللي كان مطالب بيها ان احنا نسمع قاموس اكسفورد ديكشناري في كل كلمة هو بيقولها. تمام، اهو ده البرنامج، برنامج الاندرويد اللي هيشتغل على جهاز الكمبيوتر. هو على فكره فيه برامج كتيره جدا بس انا عن نفسي بفضل البرنامج ده، لان البرنامج ده يعتبر من اسهل البرامج وبرنامج بسيط جدا جدا مفيش اي مشكله. هضغط هنا على حاجه اسمها escape tutorial. تمام، عشان يدخلك على واجهه البرنامج. طبعا في واجهات كتير، في عناصر كتيره جدا للبرنامج، اهمها اللي احنا هنفتحها دلوقتي هو edit apk. تمام، فهتقول له اوكي، وهنا هتلاقوا اسفل الفيديو برضو اللي هو البرنامج اللي هيشغل القاموس ديكشناري، هتلاقوا اسفل الفيديو هو البرنامج ده، هتلاقوا برضو القاموس اسفل الفيديو. كل اللي عليك هتضغط هنا، هتضغط هنا على اد اي بي كي. تمام، بعد كده بتضغط اوكي، مش عايز الرساله دي تضغط تاني، فضغط على الرساله دي اوكي. بعد كده بضغط هنا ايه، بشوف البرنامج. تمام، طيب البرنامج مثلا لو ما اشتغلش معايا هتلاقوا برضو في نسخه تانية هنزلها للبرنامج، هتلاقي في نسختين للبرنامج بحيث النسخة الأولى ما اشتغلتش نسخة تانية تشتغل. بس لحظات بس عشان ايه، خليكم معايا متروحوش بعيد، هجيب بس البرنامج التاني عشان بس مطولش عليكم في الفيديو، وهنزله هجيبه هنزله في الديسك توب وبعد كده هكمل شرح للفيديو. ورجعنا لكم تاني. تمام، في تطبيقين هتلاقوهم أسفل الفيديو. تمام، التطبيق الأول والتطبيق التاني. اول حاجه هنسطب التطبيق الاول اللي هو اولد اي بي كي. هتسطبه ازاي؟ بعد ما تسطب البرنامج هتاخد كلمه الاولد اي بي كي كده، تمام، وتحطها هنا في البرنامج. تمام، هتلاقي البرنامج قرا جدا قرا ومفيش اي مشكله. طيب الخطوه التانيه، لازم اسطب البرنامج ده بعده على طول. تمام، هنزل في البرنامج اللي بيشغل معاك الاندرويد يعني، وانزل برضو فيه، انزل فيه البرنامج ده. اللي انا بعمله بعمل ايه يعني، هتلاقوا البرنامجين اسفل الفيديو. بعد ما تنزلوهم كل اللي عليك هتمسك الملف كده وتسحبه وتسيبه هنا على طول، هيروح عليه على البرنامج عادي جدا مفيش اي مشكله. طيب دلوقتي في خطوه بقى مهمه جدا، في حد هيسالني هيقول لي طب انا اول ما افتح الملف بص هيظهر لي ايه، هيظهر لي هنا بيقول لي داونلود داونلود داونلود. طب انا ينفع اتخطى الخطوه دي؟ ينفع اتخطى الخطوه دي والحاجه تشتغل معاك؟ هتلاقوا برضو اسفل الفيديو في ملفات، بس الملفات دي خاصه بفتح القاموس وخاصه بالبيكشر وخاصه بالاصوات الامريكان بس مش البريتش. تمام، هتنزلوا الملفات دي الموجوده دي. بعد ما تنزلوا الملفات دي هتعملوا الخطوه اللي انا هقول لكم عليها.
تمام. احنا قلنا ثقل القاموس لو جينا ندور داونلود ديكشناري هتلاقيه هياخد مننا وقت كبير جدا عشان يحمل. طيب انا كل اللي عليا هعمل ايه؟ هفتح برنامج ES File Explorer تمام. بعد كده بعد ما احمل الثلاث ملفات الخاصين بالاصوات والصوره والقاموس هعمل ايه؟ هاخد الملفات دي. طبعا اول مره بتحمل البرنامج بيظهر لك بالشكل ده، فانت ايه طبعا بتحاول تتخلص من التوتوريال دي الخاصه بالبرنامج، عادي بتدوس ثلاث تكات وبعد كده ستارت نام. طيب الخطوه دي مهمه جدا لازم تركزوا معايا فيها. هعمل ايه دلوقتي؟ هنقل الملفات الصوتيه والصور دي هنقلها في مساحه معينه او في حته معينه في الموبايل عشان الاصوات والصور تتنقل معايا بكل سهوله تمام. كل اللي عليا هعمل ايه؟ هدخل في الحاجه اللي اسمها الاندرويد وفي الداتا وهو ده قاموس الاكسفور ديكشناري، اضغط عليه وبعد كده بضغط فايل كده اخد الملفات كده زي ما هي كده بالظبط. هيظهر لي رساله بليز انيبل روت ان سيستم سيتنج تو يوز فانكشن، لازم يقول لك استخدم الروت. هضغط هنا الروت واضغط سيف سيتنج تمام. ضغطنا سيف سيتنج هننتظر بس ثواني تمام. قلت له مثلا ليتر، اخترت اختيار ليتر. لو انا دي دوس كده هيقول لي ايه ابلودنج اذر فايل بيست راجن ليتر. ليه ظهرت الرساله دي؟ لان هو قال لي اقفل البرنامج وافتحه تاني، فانا مضطر اقفل البرنامج وهفتحه تاني تمام. فانا دلوقتي هقفل البرنامج ليه؟ لان لو ما قفلتش البرنامج هيظهر ايه؟ هيظهر لي الرساله اللي هتقول لي ان البرنامج ده مش هيقدر يسجل الملفات دي. لكن لما اقفل البرنامج وافتحه تاني الملفات هتنزل بكل سهوله. تعال نجرب نفتح البرنامج مره تانيه وننتظر الوقت، مش هياخد من وقتنا بالظبط يعني كام ثانيه كده تمام. بص هنا مثلا في البحث هو التطبيق ده، على فكره التطبيق لو مش عارفين مكانه بتخشوا هنا في البحث اكتبوا ان او اكس بس اهو ان او اكس ان المفروضي ان او اكس ده اختصار اسم البرنامج. هنتظر البرنامج يحمل. طبعا اللي هيسالني زياده للتاكيد انت قفلت البرنامج ليه؟ لان البرنامج عامل زي حكايه اللغه في جهاز الكمبيوتر، لما تيجي تضيف لغه او في لما تيجي تضيف حاجات معينه في جهاز الكمبيوتر بيقول لك اعمل ستارت للجهاز عشان يقدر يتقبل الاوامر دي. فانا اللي خلاني عملت ستارت للبرنامج عشان يقدر يتقبل الاوامر اللي انا هعملها دي. انا الفكره كلها انا ليه اصلا بعمل الخطوات دي؟ عشان اختصر من وقتك، بدل ما تنزل الملفات دي بدل ما تنزلها من على الموبايل تنزلها من على الكمبيوتر وتاخدها في وقت اسرع تمام. يبقى انا هعمل الخطوه دي، هدوس على ES File Explorer تمام. بعد كده هيظهر لي بالشكل ده، هضغط من فوق حاجه اسمها internal storage، بعد كده اندرويد، بعد كده data، بعد كده اختار الاكسفورد ديكشنري، بعد كده الفايل. طب معلش بس في نقطه هوضحها، الاكسفورد ديكشنري عرفته ازاي؟ عرفته من شكل القاموس اهو، عشان محدش يسالني محدش يقول لي يا انت عرفت منين القاموس ده تمام. ضغطنا عليه كده فايل فايل. بعد كده هاخد الملفات، الملفات دي برضه هتلاقوها اسفل الفيديو، هنحط الملفات كده هتلاقوها قالت عادي جدا. طب ايه الرساله بتظهر لي؟ كل اللي عليا في الرساله هتظهر لي دي، هضغط حاجه اسمها open not open nox player folder تمام، او ان او اكس بلاير فولدر تمام. هتلاقوا ان هينزل ملفات عادي جدا مفيش اي مشكله. هو دلوقتي الملفات نزلت تمام. طيب انا الملفات دي عايز اخدها هعمل ايه؟ لو خدت كوبي للملفات دي مش هقدر انسخها في المكان اللي انا عاوزه، فانا هعمل طريقه تانية او هعمل فكره حلوه. هعمل ايه؟ لازم ادوس باك، اقعد ادوس باك كده تمام، وارجع للبرنامج بالشكل الطبيعي بتاعه واضغط على كلمه داونلود، بعد كده بضغط على كلمه اذر. الحاجات الملفات اللي انا نزلتها كانت الملف دي تمام. فلو ضغطت تكه مش هينفع، لازم اضغط ايه؟ لازم اضغط تكه جامده كده زي حكايه سيلكت في الموبايل اهو، 2 3 4 الملفات دي. هعمل كات او كابي، بس انا هعمل كابي برضو عشان تحسب لو حصلت مشكله، عشان اكون في المضمون برضو. اختار اندرويد داتا فايلز. الطريقه دي على فكره برضو تنفع في الموبايل، نزل برضو البرنامج ده وتمشي بنفس الخطوات دي تمام. يعني الطريقة دي تنفع على الجهاز الكمبيوتر او تنفع على الموبايل. بعد كده دوست بيست تحت لو لاحظته، وهنتظر لغاية لما التحميل يحمل. دلوقتي اهو بيقول لي هنا 4 مش 0، يعني 4 يعني دلوقتي مفيش ولا ملف نزل، هو الملف بس الاول او يعني عملت كوبي بيست الملف الاول نزل دلوقتي دخل فيه الملف الثاني.
على فكرة التوتال بتاع الأصوات والصورة والكلام ده كله أهو زي ما أنتوا شايفين من فوق، بيقول لي كام؟ 970 ميجا، يعني يعتبر داخل في جيجا. فأنت عشان تحملها من الموبايل هياخد وقت كبير جدا منك، فمثلا حملها عن طريق انترنت داونلود مانجر. ليه بقى؟ عشان ياخد وقت أسرع، أو ياخد وقت سريع جدا من عندك، وفي نفس الوقت إن الخطوات دي اللي أنا بعملها على جهاز الكمبيوتر ممكن تطبقها على الموبايل عادي جدا. بتجيب البرنامج زي ما هو بالظبط وتمسك نفس الخطوات على الموبايل. يعني ينفع تمسك نفس الخطوات على الموبايل او على الكمبيوتر، بس لو هتمسك الكمبيوتر لازم يكون عندك برنامج محاكي الاندرويد زي اللي انا مشطه ده، او اي برنامج تاني. بس انا بالنسبه لي ده اسهل برنامج. دلوقتي لو لاحظت هتلاقوا الملفات نزلت، بس خلي بالكم لازم انزلها في حاجه اسمها ايه، هعيد تاني، لازم انزلها في حاجه اسمها اندرويد. اضغط كلمه اندرويد، بعد كده الداتا، بعد كده القاموس ده، لازم اضغط اكسبلور ديكشنري، واجي عند الفايلز وانزلها في المكان ده. تمام. طيب دلوقتي تعال نجرب القاموس، تعال نشوف شكل القاموس. القاموس الاول خالص لو لاحظته، لو رجعت لاول الفيديو هتلاقي ان القاموس اصلا كان بيظهر لي داونلود بيكتشر، داونلود فيديو، الكلام ده كله. بقى داونلود بيكتشر، داونلود ديكشنري، داونلود، الكلام ده كله كان بيظهر لي. دلوقتي لو لاحظت هتلاقي ان القاموس شغال عادي جدا. طب تعال نجرب نسمع مثلا كلام على القاموس. كار مثلا، كنا زي كار مثلا، لو لاحظتوا لما اجي على كلمه كار مفيش اي صوت خالص. تمام. بضغط على كار مفيش اي صوت. طب اللي فوقيها هتلاقي برضو دي مفيش اي صوت. ليه؟ لان اللي فوقيها دي مش منزل الصوت بتاعتها. طيب نجرب على اي جمل برضو مفيش اي صوت خالص. طيب المشكله دي هنقدر نحلها ازاي؟ هنحل المشكله دي ببساطه، ان احنا هنقفل البرنامج ونفتحه من اول وجديد عشان نقدر نحل المشكله دي. اول حاجه هنعملها نضغط على الاكس الحمراء اللي فوق دي، اضغط عليها، بعد كده يظهر الرساله دي، اضغط نو مور وبعد كده اوكي. دلوقتي انا قفلت البرنامج وهفتحه من اول وجديد، هضغط دبل كليك او مره او كليك مرتين، انتر مرتين يعني، اضغط اقف عليها واضغط انتر يروح فاتح لي البرنامج، وهنتظر لغايه لما البرنامج يحمل. بعد البرنامج ما يحمل، تمام، دلوقتي هو 42. البرنامج على فكره ما بياخدش وقت كبير من الوقت، يعني مثلا بيقعد معاك حوالي كام ثانيه كده ويفتح، ما بيطولش مش زي البرامج التانية. في برامج تانية ممكن يقعد فترة كبيرة جدا. فدلوقتي خلاص 85% اهو يعتبر هيفتح. تمام، اهو البرنامج دلوقتي فتح معايا. تمام. طيب دلوقتي هخش على القاموس على طول اوت. طبعا لو لاحظتوا في الفيديو كنت بضغط على الصوت مفيش اي صوت خالص. تعالوا نجرب كلمة كار تاني. كار. تمام.